ولا حتى شيء ما صعيب علينا، وكنا كاركتر عندنا كاركتر باهي وكل على ذاك ربحنا والحمد لله. مبروك لينا على التتويج، ما جاش خسارة بعد تعب كبير، تعبنا الحمد لله ربي، وكانت فرحة كبيرة. ميرسي للي كوتش اللي وقفوا معنا وهما اللي وقفونا للحالة هذية. الحمد لله على التتويج هذية، صراحة البنات كانوا في المستوى من أول بطولة لآخر بطولة، بالرغم اللي فيهم على راس الفئة الكادات، وهزوا البطولة الإفريقية قبل أسبوعين ودخلوا معنا في الفريق تحت 20 سنة، ثم برشا تعب وثم برشا تضحيات زادة في نفس الوقت، وأكدوا على النتائج اللي عملوها معناتها 5 مباريات خدناهم 5 انتصارات. أكدوا الجدارة نتاعهم بالفوز في البطولة هذه. الحمد لله يا ربي على خاطر تيتر مستاهل، تيتر أفريكا في بلادنا، في بلادنا ما نعرفوش الكويت احنا. الحمد لله يا ربي خدمة سيف كامل وتعبنا مشات خسارة، والحمد لله كهو.